انت بتضحك يا خميس، ده الواد خارج الشر بيتنطط من عينيه، شكله مش هيعديه. والله بقى اللي يمشي شمال يستحمل تقليب النور. انت بقيت عامل عقده للواد ده، مره تعوره ومره تحزمه وتنقطه، مش عارفه المره الجايه هتعمل فيه ايه. هصلح غلطتي واتجوزه. هذا الكلام جه على الجرح. لم الدور يا خميس، مش طالبه تسيح. ها يا حبيبي يا حبيبي. يلا حبيبي اقوم انا عشان لسه عندي نمره تانية. بالسلامه يا جديد، بالسلامه. يتوب علينا ربنا. بقول لك ايه؟ ايه؟ هتروح معايا مش كده؟ ليه؟ الليله دي ليله المتر، ما اقدرش احرمه من حقه الشرعي. عريس بقى يا ستي. يلا بالاذن. وراك وراك وراك. هزر هزر هزر، شوف مين هيخرجك من البلاوي بتاعتك. احلى بيره الاحلى يا فندينا. انا مش فاهم ايه غيتك في دماغ البيره دي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا ابني البيره دي الشعير ومفيد جدا للكيلو. اه فاكرين الدكتور اللي قابلناه ده اللي قال سهر معانا وقال لك الضرورات تبيح المحظورات؟ اشربوا بيره، البيره مفيده للكلوه صح؟ اه اهو يعني علاج كمان. بس انت عمرك ما شكيت من الكلوه يا فندينا. الوقايه خير من العلاج ولا ايه؟ 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 الوقايه ايه؟ لا لا لا، الوقايه ايه؟ خير من العلاج. الروبوت هنا. ما انا كنت بختبرهم. نتالة نتالة نتالة. افتح يا حق. ابني ايه اللي جراله؟ يا كبير تقل في الشرب لحد ما سابت مفاصلك. يا كبير في ايه؟ المعلم براه مش لازم يروح الكباريه ده تاني. ما تنجز اطرش في بطنك من غير لك، قول خلص. خميس افندينا علم عليه وخلاه له مؤاخذه مسخه وسط الخلق. وتعارك معاه تاني؟ يا ريت يا كبير، ده حزمه ورقصه ونقطه، والمعلم براه زي ما انت شايف مع مش شرب. اه يا واطي يا ابن الكلب. لا حوف اوتو. أمرك يا كبير. خلف عار. تقديرك يا خميس. شرف الغريب ورحمته لقديرك يا خميس. يا أخي تنيل كانت 60 نيلة. ابني إيه؟ ابني إيه؟ تقديرك يا خميس. مضمون ازاي بقى يا دكتور مغاوري؟ اصل امبارح باشا قلبته في كمين كده من واد فرفور، يبقى اكيد اصلي. يا نهارك اسود، انت بتقلب الحرز؟ انت اديتني الامانه باشا. وده بتاخده بقى كل يوم؟ ها لا باشا، كل يوم ايه، ده وقت اللزوم بس. اه الجماعه يعني. عامل ايه يا باشا؟ الحمل بقى تقيل. يعني ايه؟ يعني باشا الواحد ما بقاش لاقي حتى اللقمه عشان يتقود بيها اليومين دول. هنعمل ايه؟ وده اللي بتتقود بيه بقى بدل اللقمه؟ اتفضل. مش استنى استنى. شكل الحكايه ولعت على الاخر ما بين عيله ابو سنه والنوح. مالك يا باشا؟ في حاجه؟ في حاجات يا علي، حاجات كتير قوي. تاخدوا بعض انتوا الجوز وتطلعوا على بجاش المر وتقولوا له على اللي اتفقنا عليه بخصوص حدوته بدران. بخصوص حدوته مين؟ بدران. عايز الموضوع يخلص في اسرع وقت ممكن ومن غير نقطه دم واحده. من غير ايه؟ نقطه دم واحده.
انا خدت صورتها من متر بدران وخدت سيرب. حلو، اطلع بقى على هناك واديهم له وهو هيتصرف. مش عايز حد منكم يتلطف فيها. احنا داخلين على مصلحه خطيره ومهمه ومش طالبه لمش. طمن معاليك. سلام سلام. يلا اتكلوا على الله، امسكوا ايدين بعضيكم وانتوا بتعدوا. صباح الخير يا خميس. كلنا خير. انت بعت الزوز والمضني في حته؟ لا، مصلحه صغيره ومش هيعوقوا. انت عايزهم بس عشان يبصصوك على الترتيبات اللي عملناها للسفريه. هنبص ولو ان بعديك يا خال، ما ينفعش حد يبص. كان زمان بقى. عيب يا خال، ده انت الاصل. قهوتك يا سيد المعلمين عملتها لك بايديا دول، بميه ساقعه على نار هاديه لما خلاص استوت. طب خلاص شكرين، روح انت اشوق. طب مش لازمك اي حاجه؟ مش لازمني حاجه اشوق. يوه، نسيت اصبح على افندينا. صباح الفل. صباح الخير يا مرات الخال. ايه مش صبحتي؟ يلا بقى ورينا جمال خطوتك. انا قلت يعني يمكن يكون لازمكوا اكله بعينها، ولا نفسكوا رايحه على حاجه حرشه، ولا حاجه سمينه ترموا بيها عظمكوا. جرايه شو؟ ما تعملي اللي تعمليه. يوه، هو انت يا اخويا على طول قافش عليا كده؟ شاهد يا سي خميس، خالك على طول قاسي عليا كده، يرضيك؟ يتوب علينا ربنا. يسمع منك يا رب. نسوان دلعها مرق. انت تحمد ربنا ان مراتك خارصه. كانت لازمك قوي يعني الجوازه دي يا خال. هي تبان كده، انما هي والله غلبانه ومنكسره. ما هو باين انها منكسره. انا سمعت انها هجت من البيت بدل المره اتنين. بس بترجع. نعم، ربنا يكفيك شر ربطتك بحرمه. تعرفش يا اخي، زي ما تكون عامله لي عمل. والله ساعه ما تسيب البيت احس ان روحي بتتسحب مني، ما تعرفش ليه. طب اشرب القهوه. اشرب اشرب حاكم القهوه، اما بتبرد بتصيص. يتوب علينا ربنا. هاتها جمال يا رب. يا حلاوتك منك له، يا حلاوتك. افندينا رجع الملعب واتطمنا على الكاس. كان بودنا ان احنا نقوم بالواجب دوت، لكن